الجمعة 1 نوفمبر 2024 مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. نجموا تتابعونا من توا حتى النصف ونص في الفريكونس نتاعنا 106.9 في تونس الكبرى، وتشاهدونا ايضا بالصوت والصورة من خلال الموقع نتاعنا ايضا وقناتنا على يوتيوب سونغون. تشوفونا في اللايف ستريمينغ اللي بدا تو سويت. اليوم نعودوا على مقابلات الجولة السابعة للبطولة، كل ما باش يصير سواء من الناحية الفنية التحكيمية وايضا حتى الكواليس اللي قاعدة صايرة الايامات هذه قبل البطولة. مع ضيوفنا اليوم في البلاتو معنا مروان تاج، مرحبا. مرحبا يا سلام، مرحبا بالاخوين اللي معنا ومستمعين راديو مسك. ايضا ثابت القاهري، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا سلام، مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين ومرحبا بالسادة الضيوف. احمد الصالح، مرحبا. اهلا وسهلا سلام. شنو هي الضحكه هذه الساعه؟ خاطر انا في وضعيه غير مريحه وقت اللي يبدا مروان تاج موجود، سي مختار دبوس، انا نحس روحي يعني في وضعيه يجب معناتها التغيير. علاش؟ ما نتحط بين زوز اخويا شرسين. مختار دبوس، هل من رد؟ ومني مريت في وضعية مريحة أنا اللي بدينا الواحد ديما مش مريح في تقديره، ديما الرياحية ما عنده الكلمة في تقديري كي تبدأ يجاوب فيه. أنا في تقديري يا بربي سلام. سأرحب المستمعين والمتابعين برنامجنا، وعنا طلب شعبي وجماهيري من جميع مناطق الجمهورية، يرجع سيد رضا البوراوي، مش يرجع هو، ما كان كمل التزاماته المهنية، اخويا يرجعني. توحشني ها؟ توحشني، اخويا يزينا من الخدمة البرة، اجينا اخويا ورجعني، وانت ذول اللي تساندني فيها مرن، جد تضحك. لا معاك اخويا معاك، لا توحشني سي رضا، لا 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 صحيح كلامك صحيح. وانت معايا اللي كونه رضا البوراوي انسان طيب خلوق والله يبعد على الكورة والجمعيات سيدي. لا لا لا. هاك انت من جمعية، أنا من جمعية، هو من جمعية. هذاك كبيرنا في الميسيون، نحبوه برشا ونقدروه، وإن شاء الله يكون معانا اخويا معناتها أول الجمعية يبدا مع ذلك. دونك نبداو حديثنا اكيد بمقابله القمه الكلاسيكو بين النجم الرياضي الساحلي والترجي الرياضي التونسي، المقابله المنتظره في نهايه الاسبوع. بدا الحديث عليها تقريبا حتى قبل الامور الفنيه. شفنا تدوين البارح في الصفحه الرسميه لبلديه سوسه، كان مكتوب فيها تدخلات على صور لبعض الاشغال اللي صارت، وفما تعليق جاء مع الصور: تدخلات على مستوى الملعب الاولمبي بسوسه في اطار استعدادات لمقابله النجم الرياضي الساحلي والفريق الضيف. الفريق الضيف كلمة قلقت شوية جماهير الترجي الرياضي التونسي، شفنا حتى برشا تعليقات على الصفحة متاع البلدية في فيسبوك. على هذاك حبينا ناخذ توضيح من عند السيد مراد بن سالب الكاتب العام لبلدية سوسة، معنا مباشرة في التليفون. سي مراد مرحبا. مرحبا، صباح الخير، صباح الخير كافة المستمعين، وصباح الخير كافة الجماهير الرياضية لفريق الترجي الرياضي التونسي. ترجي كهو والاخرين لا ترجي تونسي وكاخر اللي معنى اللي معنى بما عبر عنه تدوينة، اللي ما عمرها ما كانت تدوينة، هي عنوان لصور. كنت ما احنا ما نعملوش تدوينات في البلدية، رانا احنا عنوان لصور هبطناها، عنوان عادي في منقى من كل تجذبات البلدية. كلمة ضيف كلمة ميس خائبة، كلمة ضيف الناس كل ضيوف عند الفرق اللي تستقبل، كلمة عادية. نحترموا الترجي الرياضي التونسي ونحترموا كافة الفرق التونسية، ولو كان أساءت ولا رواها أساءت، ما أساءت لحتى حد وإحنا ما نقصد حتى شيء، نعتذروا وانت وبس، مش حاجة أخرى. إذا كنت أنت طوى اعتذرتك يعتذرت معناها فما اعتراف أن التدوين لا 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 لا، لو كنت قلت اعتذرت مش نعتذر، أنا فسخت على الكلمة، ما إحنا ما فسختهاش الكلمة، هذا كلمة عادية عنوان لصور بقطع النظر على اي فريق، وصفحة رسمية لبلدية سوسة، صفحة تخص الاحداث اللي في بلدية سوسة، بتخص الانستا الرياضية اللي حاجة تعدى كما هكا ولا حاجة عادية، معناها مرة عايشي اخرجت من سياقها الكريمة. ما تشوفش عايش ما تمش تسمية الترجي الرياضي التونسي، عايش حدود الفريق الضيف ولا العنوان عادة العنوان يبدأ مقتضب، العنوان يبدا مقتضب، يبدا باش تعمل حاجه اكثر من هكاك، معناها باش تكتب فقره ولا حاجه تحط فيها الكل شيء، معناها العنوان مقتضب. ما كنتوش تعمل نجم تعمل القارئ يقرا العنوان برا بسيط، ما نحاولوش نخرجوها بسؤالات، معناها تهز باش تسمج الامور، راه الناس الكل مرحبا بيهم. فريق الترجي التونسي حتى حد ما ينكر معناها البالماريس اللي عنده، دونك ما نخرجوش من السياق. البلديه في منأى
من كل تجاذباته كان خلقت عباد وكل شيء. احنا مستعدين باش نفسخها كان باش تاخذ منحة اخر مستعدين باش نفسخها راه ما فيها حتى شيء ما فيها حتى شيء وفما حاجات اهم من هذا. انت قلت لي تلوجوا على الاقتذاب، علاش ما حط ما شفناش مثلا في الاقتذاب الفريق المحلي والفريق الضيف مثلا، علاش سميتوا النجم والترجي؟ نحب نذكرك قبل كنا كانوا عندنا تابلوات كان ديما تدخل تابلو نتاع جمعيه محليه تقرا الفريق المحلي اسم الفريق الفني ومكتوبه لوكو ولا فيزيتور ولا لي فيزيتور. زاد كان فما مشكله وقتها اي وقتها ستوندار ما تبدلش وقتها حتى امور عاديه ماني من الناس القدم هذاك علاش معناها حسب لك ما فيهاش حتى استفزاز. انتم مؤسسه تمثل الدوله في بلدي سوسة محايدين في منع من كرسي من سوسة بس نهبطوا المستوى هذا مع ما حتى مقصد وحتى حتى شيء اخر بهذا الترجي الرياضي ما تونسي مرحبا به حقيقه قبل ثلاث ايام نعقدت في الولايه جلسه معناها تحضيريه حضر ممثلين الترجي وجو معناها باهي بين الاطراف الكل بين الاطراف الاداريه والسيد الوالي والحضور وبين ممثلين فريق الترجي الرياضي التونسي فما حتى شيء علاش نسنجوا في الامور فما حاجات اهم من هكا في تونس. احنا ما نحبوش اكثر واحد علاش البوليميك علاش البوليميك في كلمه ما كلمه ما فيها حتى شيء كلمه ضيف كانت تضربها على جوجل وتسمع اسمها وتشوفها شنو هي كلمه ضيف تقرا برشا حاجات ضيف راح ضيف. انت قلت ما فماش استنقاص معناتها من حتى فريق ما نحبوش ندخلوا في النوايا معناها اكيد لا ما ندخلوش لا ما ندخلوش في النوايا علاش النوايا ديما نمشيو بالنوايا هذا اللي قلته لك المبدا هو حسن النيه في كل شيء راه المبدا احنا كما فماش مبدا حسن النيه في كل شيء ما نلزموش احنا تونس نتعايشوا مع بعضنا راه بالاسلوب هذا وبالطريقه هذه سامحني اخرجت من سياقها احنا الكلمه كلمه عاديه ياسر حتى المؤاخذات فيها حتى مؤاخذه حتى مؤاخذه. احمد الصاحي تشوف معناها فيها عادي حتى عاديين فيهاش استفزاز شويه الكلمه عاديه والله هو اسلام علاش الكلمه معناتها اخذت بعد اخر لان الامر يتعلق بفريق الترجي التونسي واعتبارا للريفاليتي بين الترجي والنجم. لو كان الامر تعلق باي فريق اخر ضيف النجم الساحلي في نهايه الاسبوع لتعدات الحكايه معناتها انا بيرسيو لكن زاد التدوينة أو الشيء الذي أرادت معناتها بلدية سوسة إبرازه اللي هو معناتها النظام حملة نظافة في محيط الملعب حاجة ممتازة جدا لكن ربما كيتعلق الأمر بالترجي الرياضي التونسي تحس ما بين الخفايا متاع كلمة ضيف نوع من أخويا ما نسميكش أنت ترجي الرياضي التونسي ما نسميكش فما حتى تأويل آخر أما هذه بلدية معناتها تمثل الدولة في ولاية سوسة يقول لك زاد مدينة سوسة شو فما تأويل آخر زاد يقول لك اللي كتب العنوان هذاك ينجم يكون ما يعرفش شكون الفريق اللي باش يلعب ضد ليتوال المهم يبرز معناتها العمل اللي قامت به بلدية سوسة استعدادا للمباراة لكن لو كان الأمر مقصود هنا تكون مشكل والله حبيت السيد الكاتب العام يقول لي اللي كتب ما يفهمش في الكورة لو ما يتبعش هي المسألة يعني تحتمل عديد التأويلات منها التأويلات اللي كنت نحكي لك فيها اللي أنا الأمر تعلق بالترجي أما الكاتب العام قال لك مقصودة معناها ما شفتها ما فيها حد شيء معناها هي كلمة ضيف زادة ما فيهاش حاجة عيب معناها قلت ما فيها حد شيء معناها قلت عادية الكلمة واللي كتبها واللي كتبها كتبها انسان ما يعرفش الطفلة دي زادة كتبتها لي هنا بالصفحة نبعثوا لها الصور ونعطيها إشارة وكتبتها عادية ممكن ما تعرفش شكون المقابلة بين شكون وشكون فما حتى إشكال قلت لك رنا في منأى من كل تجاذبات هكا عطيته تمرين انا باش يخرج من الموضوع الحاجه الباهيه اللي حاب نقولها اللي وصلت معناها البلديه معناها دارت الصوره اللي البلديه تخدم في خدمتها من ناحيه النظافه لا من ناحيه هذه يعطيكم الصحه صار ربي يعيننا الحجم العمل الكبير ياسر وسال ربي يعيننا ومرحبا بالناس الكل ومرحبا الترجي الرياضي التونسي وكافة الفرق التونسية كلها تحمل شعار تونس وكلها تهز شعار تونس في المحافل الدولية والمحافل المحلية دونك معنا حتى إشكال ومرحبا بالناس الكل مرة أخرى ممتاز مختار تفضل والله أنا قبل كل شيء شم في ريحة اللقام وراها الحكاية هذية فهمتني دخلوا اللقام أنا نفس اللقام باعتبار ما عادش بادية لو مكرم اللقام لكن مازال فادلك لي صاحبي مكرم وفادلك أنا حاجتين حاب نشوفهم توراف الصور والله نقعد بيت معناها مع احترامي لجميع البلديات معناها تراكتور راكب وشوفور نهبطوا عليه تصاور هنا قاعدين نظفوا قدام ملعب سوسه
معناها هذه من الحاجات الاساسيه اللي تعمل من البلديه، معناها متسحق الصور، هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، البنيه اللي تكتب من المورا عندها شكون يراقب فيها نورمالمون، ما تهبطش ديريكت هي للعموم كتيبه هكا. انا بالنسبه لي انا كما كان يحكي احمد، لو كان جاء فريق اخر نعرفوا الحساسيه ما بين النجم الساحلي والترجي، لو كان بلديه تونس زاد هبطت وقالت فريق الضيف رئيس سوسه زاد الكل شعر فريق ضيف ونحن مش موجودين، ونبداو نحكيو على الجهويات ونكرسوا الجهويات. انا هنا اش نقول؟ نقول خويا اي عاون موجود، بنات الريال تقول لي انت ما تعرفش كره، فبنات تو مغرومه تو تلقاها نهار لاحظ في الستاد مغروم بالكره، فما حاجات خويا، فما فريق مقابل. انا نرى كونه تفاديا هي اربع كلمات، ترجي رياضي التونسي النادي، يتكتبوا خويا رانا تو مانيش قاعدين نضيعوا في الوقت ونضيعوا في وقت سيد كابتن محمد بلدي. هو قال لي باش اختزال الفريق الضيف كلمتين والترجي الرياضي كلمتين زاد معناها. لا لا الترجي الرياضي التونسي. ايه مش مش. ايه هو راهو مخ، هو النية هي ابراز النشاط البلدي. تقطع النظر ليه؟ قطع النظر مع شكون النجم باش تلعب؟ ما هو زاد انا راني جو ديفون با، معناتها انا امقت معناتها انه مرفق عام. نعطيك حاجه سيدي احمد، خلينا نعطيك حاجه اخرى بربي سامحني يا اخي. ملعب سوسه حل الجمعه هذه، انت ما هو لعبت الاطوال فيها قريب اربع خمسه ماتشات. البلديه من حقها تبرز الانشطه نتاعها. تراكتور الوحدي برزته كان في الماتش هذا. من حقها البلديه باش تلوم على قولك. في ماتش الترجي باش تنظف الملعب، ما فما ماتشات قبل، معناها تحس ما ريناش هذول التدوينات في ماتشات قبل. يا مخ يا مخ. النجم الرياضي الساحلي ولا البلديه. اداره ولا مؤسسه باش تبرز لك النشاط اليومي. انا الحقيقه نتاع ربي نحكي لك كوتي ماتش خويا، اي تدوينه باش تمس من الماتش ولا باش توصل الحساسيات خويا انا ضد. وديما نذكروا فما ماتش روتور. بربي ما نقعدوش في الوضعيه هذه، نحن تو حد الجامعه والرابطه وكذا ومشاكلها، ما تزيدش تو بلديه تزيد باش تعاون تولي هاي سيدي عملت بوليميك في جميع الوحدات. مروان انتاج انت انتقدت شويه الكلام تاع اسكندر القاصري البارح قبل المباراه، كيفاش تقرا الكلام تاع البلديه؟ تشوف تعتبر فما حسنيه والا عادي معنا الكلام كما هكا؟ اسلام سي كي سور، معناتها نعرفوا المقابله هذه عندها اهميه كبيره، ديما تبدا كما نقولوا سخونه من اول الجمعه. شفنا اليوم معناتها يعطي الصحة وشكون طلع اليوم فسر لك وقال لك كان حاجة قلقت نعتذروا، معناتها واللي هي كانت معناتها ما عندهاش قصد كبير. كان نقرأ أنا كلمة صحيح نورمالمون ما تتكتبش هكاكا، ما تبقى ما ريتش فيها حتى حاجة خايبة، كانت توصل معناتها كلمة فريق الضيف تأثر على المباراة حاجة أخرى هكاك، ما يتبقى إن شاء الله ما عادش تتكرر مهما كان. ديما يقعد مباراة كرة القدم وديما نقعدوا خيين توينسا في بعضنا باش تتعدى 90 دقيقة وتمشي على رواحها. إن شاء الله بيه الفائدة في المباراة هذيا تكون فيها أكثر روح رياضية، خاطر نعرفوا كما قال لك مختار فما مباراة روتور. وكاو سلام كما قلت لك مباراة أنا راها بديت تشعل خارج الميدان، كل واحد مهما كان زاد الناس كل زاد لامت على اسكندر القصري اليوم في تدوينه كيما هكا، معناتها كيما نقولوا ما تجيش من البلديه سوسه، ما تبقى ان شاء الله تتصلح الامور. وديما القناعات ديما نوصي ونقول لكونه اهم حاجه اليوم رانا توانسه في بعضنا ونخمو مصلحه تونس قبل كل شيء. واضح باهي سي مراد، نكمل معاك، سمعت الكلام الكل، نخليك في الاخر كان تحب تضيف حاجه. ما حد ما نزيد حتى شيء، جوست قلت لك نمشي على النوايا نتاع العباد، المبدا هو حسن النيه، النيه ما كانتش سيئه، النيه كانت هي ابراز عمل البلدي وبس، وانا في البلديه في منع من اي تجاذبات، وناكد لك اللي احنا نحترموا الفرق التونسيه الكل بقطع النظر على شكون الفرق ترجي ولا احد كلهم نحترمهم. فماش امكانيه تعدلوها ما دام قلقت شويه العباد؟ ليه ما تعدل ايش؟ اكتب فريق الضيف الترجي الرياضي التونسي. زيد اربع كلمات. الله يبارك. الله يبارك. اسمعني وماتش الكليب باش تكتبونا فريق الضيف زاد. الله يبارك، الله يبارك، باش نبعدوا مادام زاد من عندكم انتم، باش نبعدوا على كل شيء وباش تقراوا مبدا حسن النيه، باش نبدلوها نبدلوها تو موسي مراد بدلوها فريق الضيف الترجي الرياضي التونسي. بارك الله فيك. موسي مراد سيرتو تو ماك تعرف الاجواء سخونه في سوسه، ما نحبوش. هو صحيح ماتش كبير بس لا تقص ربيعي، تقص ربيعي ممتاز جدا، الاجواء احنا نفخروا فيها حتى ما نزيدوش معناتها نعملوا بريسيون اكثر، نحبوا نراو ماتش كوره مزيان معناتها. وكلنا توانسه نعاود نكرر لكم باش ناخذ لكم بخاطركم انتوما، سرد على فريق الضيف الترجي الرياضي التونسي
توا سي مراد توا سير ياخو في اخر لحظه نعطيو المعلومه اللي تعمل التعديل. نعبروا على حسب نيتنا، على حسب نيتنا بطلب منكم راه شكرا، خاطر احنا ما غلطناش، خاطر احنا ما غلطناش وما فماش غلطه، الناس كلنا ضيوف كيما انت عندك ضيوف في البلاتو، انا ضيف في الزاده نتاعك، الناس كلها رانا ضيوف لازم تعملوها معناتها عن اقتناع مش ماخذه بالخاطر، لازم تكون انتم تكونوا مقتنعين بالتعديل. قلت لك قداش من مره نتكلم في التليفون ترجي رياضي وزيد راجل رياضي ما عنديش حتى مشكل، ما عنديش حتى مشكل بربي سي مراد، ما خذيتش بخاطر مروان بركه الكلنا ليه الكل بخاطركم الكل على خاطر الاجواء سخونه في سوسه ومسخنها مروان في تونس العاصمه. مرحبا بكم الكل وسامحوني مره اخرى، بارك الله فيك. والله يبارك، والله يبارك تو على الصحه. معناها هكا يلزمنا نكرموه الضيف احنا نخدم بخاطره. شكرا بخاطره. شكرا على رحابة صدرك سي مراد، وبارك الله فيك على تفاعلك معنا. فقط ما عندكش انت ثابت، خلينا نكمل معك انت. شوف بالنسبة لي عنوان عنوان عادي ما مراش فيه يعني حاجة تمس من فريق الترجي الرياضي التونسي، سوف كدر ان المشاكل والتأويل كان من الأحسن وانه يذكر اسم الفريق الضيف اللي هو الترجي الرياضي التونسي. بتاتر اللي كتبت كان عليها شوية كان عليها شوية ضغط من الزملاء نتاعها، من الأصدقاء نتاعها، دونك تفادت وأنها تكتب الترجي الرياضي التونسي. لكن أنا نتمنى في المستقبل كسوة ترجي ولا الفريق ولا النادي الصفاقسي، الأندية هذه كل تحترم بعضها، يعني من البلدية وإلا حتى من نوادي. دونك لي ستاتي هذوما الكل يلزم قبل ما نكتبوا ستاتي كسوا ولاية ولا بلدية ولا نادي نقروا بحساب برشا حاجات. دونك احنا مستحقين لي ستاتي الحقيقة اللي يجمعونا مع بعضنا، اللي نقصوا شوية من المشاكل هذه ومن الجهوية، مش لي ستاتي اللي ينجم القراءة نتاعها بالنسبة للجمهور تكون مختلفة بالنسبة للإنسان الواعي، الإنسان المثقف. دونك مش كيما اللي يقراها الجمهور توا نعرف وتعرف انت شنو المشاكل اللي صايره في الفيسبوك، خاصة في الجيل الصغير توا. دونك احنا ماناش مستحقين برشا مشاكل الحقيقه، كيما حكيت لك مستحقين الحاجات اللي تجمعنا اللي تلمنا اكثر من الحاجات اللي تفرقنا. وان شاء الله يكون عرس كروي بيتم معنى الكلمه، ونحليو بلدية تونس على الـ يعني الـ بلدية سوسة على التفاعل نتاعها والاشغال اللي صارت طيله الاسبوع هذا من اجل انجاح المقابله. باهي خلينا نحكيو على المقابله في حد ذاتها. احمد البارح قصيت عليك وعدتك باش نرجعوا غدوه، دونك تفضل خويا كمل الفكره نتاعك نتاع البارح اللي حبيت تحكي فيها. لا بون كي باش نحكيو على نقول لك في تقديري ولا باش نبدلها بانا نتصور. لا لا خليك في تقديري، انا خويا نحب في تقديري. شوف في تقديري ولا كرهنا انا المباراة هي مقابلة عادية، اما الفريق الفايز بها راهو ماهوش باش ياخذ البطولة ولا يطيح للرابطة الثانية، الفريق الخاسر راهو كيف كيف المسيرة باش تتواصل مازال الموسم طويل، اكثر ما ياخذ الفايز هو ثلاثة نقاط ما يغيروش كثير من واقع الترتيب الترجي التونسي والنجم الساحلي، لكن مهمة بتاتر على المستوى المعنوي سواء بالنسبة إلى الترجي التونسي وإلى النجم الساحلي، اعتبارا يعني للظروف اللي يمر بها كل فريق، رغم اللي احنا مازلنا في بداية الموسم، الناس تتحدث عن أزمة في الترجي التونسي، تتحدث عن أزمة في النجم الساحلي، راهو مازال حتى شيء متلعب في البطولة الوطنية. وأنا قلتها سابقا، فازوا الفرق هذوما الزوز قبل ببطولات وقتها، خسروا في الموسم 5 و6 ماتشوات وعملوا 4 و5 تعادلات في نفس الموسم، في الأخير كملوا على البوديوم. يعني ما نجموش ما يلزمش نعطيه للمباراة هذه أكثر من حجمها، وما يلزمش يصير هكا نوع من الشحن ونوع من التجيش وعلى اعتبارها مباراة مصيرية ومباراة يعني تقريبا كان العالم باش ينتهي بعد. أنا على مر السنوات مباريات الترجي التونسي والنجم الساحلي لم نشاهد فيها كرة أبدا، كان فيها أكثر شيء فيها معناتها الاندفاع، الخصومات، المشادات، المخالفات أكثر منها. لا أنا شخصيا تقريبا في العشر سنوات الأخيرة لم نستمتع بمباراة جمعت بين الترجي والنجم الساحلي أكثر منها كواليس أكثر منه لعب.
مروان خلينا ناخذ رايك في النجم الرياضي الساحلي في المقابله هذه، المقابله الثانيه لمحمد المكشر مع الفريق. البدايه كانت متوسطه في المقابله اللي فاتت، اليوم محمد المكشر النجم نشوفوا تغييرات الساحه في التشكيله ولا لا بالمقارنه مع المنافس اللي باش يكون ترجي في التونسي؟ اكيد بيان سور اسلام، بحكم المقابله نتاع نجم التلوي كنا لاحظنا كل من غياب مخلص شوشان وحسين بن علي وفادي بن شوق اللي اثروا الحقيقه على الفريق. نعرفوا جماهير النجم الرياضي الساحلي تنتظر الكثير من فادي بن شوق، ممكن عاودته باش تعطي الاضافه للمجموعه. تبقى كما قلت لك اسلام مباراه هذيا بالنسبه للنجم الرياضي الساحلي، نعرف الفريق عنده ثلاثه مقابلات ما سجل حتى هدف، كيف كيف في الفريق المنافس الترجي الرياضي بعد ثلاثه مقابلات سجل هدف الحقيقه، فما قله معناتها مريناش معناتها الفرق هذوما قاعدين يسجلوا، ممكن باش يخدم عليها محمد المكشر من الناحيه هذيا. كيف كيف زاد رينا الشواط زاد طرح المتلوي معناتها ما كانش حاضر، اكيد سيسير اليوم باش تقول معناتها باش يصيروا تغييرات. نعرفوا انعكس احمد الصالح يقول لك ما نعطيوهاش اهميه، ديما يقعد كلاسيكو عنده نكهه خاصه بالنسبه للزوج جماهير، الناس كل تنتظر فيه الكلاسيكو هذايا، مباراه باش تكون كبيره صحيح ما نجموش نكبروها برشا خاطر تعرف اسلام انا كملاعبي اليوم صحيح باش يكون التركيز نتاعي من اول الجمعه باش تخدم اكثر المباراه هذه من الناحيه الذهنيه، خاطر راهو تعرف تبدا تلعب برشا معناتها البريسيون والستريس تاع الماتش ممكن يخليك تخرج برشا عن المباراه. يظهر لي محمد المكشر ماهوش ناقص يعرف الاجواء هذه، يعرف الشيخ والملعبيه، ان شاء الله راهو كوره مزيانه. تعرف اسلام المقابلات هذوما المفتاح نتاعهم ممكن ينجم يكونوا خاطر كي تعمل برشا لي فوت وفما برشا ديوالات ممكن يتخدم اكثر على لي بالاريتي، خاطر باش تلقى معناتها باش تلقى سوليسيون تنجم تاخذ التروا بوان نتاعك. كيما قلت لك ان شاء الله عوده قويه من ناحيه معناتها من مباراه هذه النجم الرياضي الساحلي، ان شاء الله نعاودوا نشوفوا النجم الرياضي الساحلي مع محمد المكشر فريق باش يتغير كمام، نعرفوا يعرف الاجواء نتاع سوسه، وان شاء الله كما قلت لك اسلام اهم حاجه في المباراه هذه اللي هي الروح الرياضيه، خاطر المباراه هذه اسلام ما تعرفش على شنو الكونديسيون شنو نجم تصير، ينجم معناتها تصير هدف من اول مقابله لازمك تقعد ديما مركز، مباراه تاع تركيز سوا زاد كيف كيف الملاعبيه والجمهور تصبر حتى ل 90 دقيقه والباقي اليوم انا نقول الملاعبيه اليوم طرح اليوم نتاع عزيمه نتاع فريق هاك شفته معناتها التصوير اللي جاتنا في من جماهير النجم الرياضي الساحلي، عبيت كيفاش تبكي عبيت كيفاش ضحات كيفاش عطات فلوسها، يظهر لي فرصه اليوم للملاعبيه نتاع الاطوال باش تعطي ما نحبش نقول 100% مي 100% على لفتة للجماهير اللي قاعده واقفه على الفريق، وان شاء الله كما قلت لك ان شاء الله مقرر معناتها كلاسيكو ممتاز وباهي ثابت. نحكي شويه على الترجي التونسي، اسكندر القصري بعد المقابله الاولى ليه برشا من جماهير الترجي طالب تغيير حتى في الرسم التكتيك، يحب يشوف الترجي اكثر هجومي، يحب يشوف مثلا يانساس في خطه رقم 10 بالتبديل مع الترجي يلعب الهجوم اكثر، هل هي المقابله المناسبه هذه باش تكون فيها تغييرات من نوع هذا والا لا المنافس يفرض عليك تواصل بطريقه اللعب هي نفسها؟ شوف بالنسبه لليانساس الحقيقه في الترجي التونسي فماش شكون يعوضه، دونك حسب رايي وحسب ما ريت يعني في السنه الفارطه سواء في مقابلات نتاع الشامبيونز ليغ والا في المقابلات نتاع البطوله الوطنيه يانساس كله نتحط الوضعيه نتاعو تتحط تحت لي دو تحت الاتاكون وبيان في في, في الانتيريور ديما يعني يحقق الديفيرونس، دونك ورينا حتى لي اسيست بالنسبه اللي عطاهم كسوا رودريغيز والا حتى اللي زاد تكون اخرين، دونك التواجد نتاعو الحقيقه مهم، ويانساس الحقيقه من اللاعبي اللي يصنع الديفيرونس بالتحرك نتاعو خاطر هو يحب ديما يخرج من الاكستيريور يدخل فير الانتيريور ومن بعد ياخذ كوره ويعمل لي زين دو يعطي لي اسيست ونجم حتى يعني اللي يطير دو لوان، دونك تواجد يانساس الحقيقه في وسط الميدان شوفوا انه مهم جدا عكس ما كان يوظف فيه كاردوزو على الكولوار. بالنسبه للرسم التكتيكي الحقيقه انا ما نشوفش انه يعني وقت اللي تبدل الرسم التكتيكي باش تبدل ستيل دو جو نتاعك، دونك الرسم التكتيكي سواء 4 2 3 1 ولا 4 3 3 انت شنو تحب تلعب، يعني الرسم التكتيكي ماهوش اذا كان باش نلعب جو ديريكت مش معناها باش نحط باش نلعب 5 4 1 بار اكزومبل ماهوش هذا، دونك نوظف التوظيف الملعبي هو اهم برشا من الرسم التكتيكي والافكار اللي باش تحطها في الميدان. بالنسبه للاهم نقطه ترجي الرياضي التونسي انه باش يدرس مليح نجم الرياضي الساحلي ونتصوروا انه درس كل نقاط القوه
نتاع النجم الرياضي الساحلي، حتى النقاط اللي ما مشيتش ممكن تكون نقاط قوه في الماتش نتاع الكلاسيكو. وكما كان يحكي تو مروان، نعرفوا المقابلات هذه كل تمشي اكثر للديويل واكثر للاجريسيفيتي، وماريناش الحقيقه في ماريناش يعني حتى في السنوات الاخيره من بعد الثوره، خلينا نقولوا ماريناش كلاسيكو يعني اللي يبقى في الذاكره، عكس المقابلات التاريخيه كانت بين النجم والترجي، مقابلات كبيره وفيها فرجه كبيره وجمهور كبير. دونك بالنسبه لسكندر كاسي مطالب انه يصلح بعض الاخطاء حتى في الكوتشينج اللي ما مشاش الحقيقه في المقابله الاخرانيه، وتوا عنده اسبوعين سكندر قرب برشا للفريق، ويعني يعرف شنو نقاط القوه شنو نقاط الضعف، ويعرف على شنو ينجم يخدم بالضبط. دونك نصوروا انهم اسبوعين يعني كافيين بالنسبه للسكندر، خاصه انه معاه اطار فني تونسي نجم يتجاوب معاه، نجم يتجاوب معاه بكداه، وبطبيعته يعرف الافكتيف ويعرف كواليس النادي. نتصوروا انه ينجم يحضر الكلاسيكو هذا افضل من المباراه اللي فاتت. اسلام فقط نعطيك شكرا للكاتب العام بهدية سوسة، تم التعديل ممتاز ياسر بالوقت، ممتاز ياسر. وإضافة اسم الترجي الرياضي التونسي. على ذكر الترجي الرياضي التونسي اسلام، انا استنادا الى الحصص التدريبية التي اجراها الترجي الرياضي التونسي وسط هذا الاسبوع، فانا اسكندر القصري يتجه الى احداث تابعت خلصك العادة. لا هذه المرة لم أتابع الحصص التدريبية خلف باهي سي مختار، فإنه يتجه ربما إلى القيام بتغييرات جريئة. باهي أعطينا أخويا شوية تفاصيل. ولا أدري هل سيحافظ اسكندر القصري على هذه الاختيارات أم سيغير رأيه في آخر لحظة، وهل أنه باش يقوم بها بمفرده أو بدفع من الإدارة. عندك معلومات حسب التدريبات فإنه يتجه إلى الإبقاء على البليلي في مقاعد البدلاء، لأنه الجمعة كاملة يلعب في أسامة بوغر. حاجة أخرى، إقحام جلاسي مكان مريح مش توقاي، يبدو لي مريح. أنا أعطيتك روح حسب التدريبات، ما نعرفش عاد شنو بعد اسكندر القصري يعمل. كذلك إقحام الدربالي مكان ثقة، وهذه فرصة على الأقل خلي ياخد الدربالي فرصته كاملة، لأنه الدربالي اللي رناه في الأولمبي الباجي لا أدري ماذا أصابه في الترجي الرياضي التونسي، ربما الملاعب ملقاش مثلا لي كونديسيون الملائمة. حاجة أخرى، هناك ضغط رهيب من جمهور الترجي الرياضي التونسي على ملاعبيته. أنت وقت اللي تبدأ جمعة كاملة تشتم في في في, في بن حميدة وفي تيلاريار دروا في بوشنيبة وفي الدربالي، كيفاش أنت نهارت الماتش باش تلقاه؟ كيفاش الملاعبي باش يتحسن؟ للاسف الملاعبية ذوما مردودهم كان حاجه، بمرور الجولات وبمرور الايام تاثر بهذا الضغط الرهيب وكميه الشتم والثلب التي يتعرضون لها. كيفاش انت انا راه نوع من السكيزوفرينية، كيفاش انت تجي للملاعبي نتاعك معناتها تحطمه؟ انت مو خليه يلعب، انت مو شجعه، خليه على الاقل يطور في مردوده. اعود الى حكايه التغييرات في التشكيله، انا بصراحه اسلام لا أشطر اسكندر القصري في أنه يضحي بالبليلي مثلا، أو أنه البليلي يكون الشماعة أو كبش الفداء للي صار من نتائج ربما ما كانتش في المستوى. ولماذا معناتها نحمل البليلي المسؤولية وحده؟ كان على اسكندر القصري أن يمنح البليلي إشارة القيادة، وكان على الإدارة أن تدفع في هذا الاتجاه، لأنه البليلي ملاعبي مهم وباش تستحق في قادم الأيام وفي قادم الاستحقاقات وخاصة من الإفريقية. كجي أنت تحط بناك مثلا، إذا كان معناتها القصري قام بهذا الشيء، أنا نحكي استنادا للتدريبات، ربما تغير برشا أشياء. معناتها أنت وسط الجمعة جمعة كاملة تلعب في 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 بوغر، يعني أنت ناوي تعمل على بوغر، أنت وقت اللي تحط الدربالي مكان تقع يعني أنت ناوي تعمل على الدربالي. كيف الشأن بالنسبة للحمزة جلاسي؟ كذلك إقحام حمزة جلاسي ضد النجم الساحلي، أنا الرأس لاحظوا حدين، ربما النجم ما نعرفش. أنا شنو رأيك أنت مروان؟ لا ممكن اليوم خاطر حمزة يعرف الأجواء ويعرف الملعب نتاع سوسة،
يعرف الملاعبيه معناتها نتاع النجم النادي الصحيح لعب معاه ممكن اسافوار هذا كيفاش عادي تروحوا خاطر راهو اجا نكلمك راهو صعيبه برشا كنت في جمعيه واليوم تمشي لجمعيه اخرى اللي هي الترجي اليوم تلعب ضد فريقك اللي عطاك الفرصه وعطاك لوكازيون اللي مشيت بها المنتخب نعرف اليوم نحكيو على احتراف متبرقة ان نرى اليوم راه صعيبه على حمزه وتنجم تكون بها الحمزه معناتها اليوم حمزه كان باش يوصل يلعب ضد النجم النادي الصحيحلي ويعدي مباراة كبيرة اللي هو معناتها بيرسونيل ما باش نحكي عليه هو خاطر اليوم كي تحطوا ضد فريق اليوم بريسيون حتى على الجماهير نعرفوا ماهيش باش تكون سهلة الحمزة صعيب كنت تلعب في فريق كنت نقلت الفريق يظهر لي معناتها حمزة راه اسكو باش تلعب بيه وباش يتحب مع جماهير الترجي الرياضي التونسي أم باش تجي فرصة بعدية وممكن تقميرة بلغة الكرة. به الحكم مختار دبوس نضال الطيف. قبل ما نحكي على الحكم عندي سؤال والله البارح نسمع في زميلنا حيدر في موزايك تدخل مع الحكم السابق عادل زهمول قال تصريح معناتها مثير تعدى كأنه ينابرسي معناها قال كنت عندي علم بالحكم قبل 3 ايام من تعيينه نضال الطيف الاسبوع الماضي كي قال عبد الكريم العابدي الكلام هذا اللي نتوجه له بالتعزيه بعد وفاه الوالده نتاعو الدنيا قامت وما قعدتش وشفنا تدوينات حتى من امين بارك الله وكلام من نوع هذا لكن الكلام كيما نتاع عادل زهمول تعدى انا بيرسي معناها خطير جدا معناها انه تدوينات تخرج للعلن قبل 3 ايام معناها هذا يحل الباب نزلوا بطبيعه حنس الكل لكنه يحل الباب للبيع والشراء والكلامات ليه والفرق ما بين زوج تدوينات اللي عبد الكريم العابدي كان محق في تدوينته نتوجه له زياده ربي يرحم الوالده نتاعو باش نقول لك نوع من مش من نفاق معناها العابد كي تراه في الدنيا مش كيما راهو العباد اللي تحكي عليه امبارح حكام مسؤولين من جمعيات الكل جمهور العباد الكل في المنطقه وين تم دفن والده السيد عبد الكريم العابدي منهم انا معناها العباد الكل وقت الموت راهي تنسى الدنيا قلت انا الخميس اللي فات العباد لا خليت لا بقات في السيد عبد الكريم العابدي قلت الخميس هذا انا موجودين بجنبه نواسيو فيه في وفاه والدته معناها شو العائلة هذا باش نقول لك حاجه هذا موت معناها باش نحكي لك لا فهم بعض ساعات موت حتى العباد ما تمشيش هنا موجودين برشا عباد مشاو وعزاوه واداوا واجب العزاء هذا اول دو اعطى دوز انديس السيد عبد الكريم العابدي المره اللي فاتت قرروا زوز من الجوله اللي قبلها واعطى انديس اخرى معناها الظاهره احتراما يمكن زميله وصديقه كمال الدين ما حبش يهبط قالوا انا ما نهبطش ما عطيت دوز انديس كي ورع عضلاته عبد الكريم العابدي ظهر عنده ديزيناسيون بالنسبه اللي نتاع البارح معناها الحقيقه اضحك على ذقون المستمعين نتاع موزايك معناها مش انا عباد من الترجي يطلبوني يقولوا لي ظاهره ماشي كان نضال طيف من نهار الاثنين وهو كي جيت تليميني للزربيت مش بقى لك كان نضال طيف باعتبار اللجنه توا هذول مشات في كونه خويا جمعيه من تونس من بعث لها شربيت من تونس والصيح اللي بتبيعته من زفرش لسوسه وصفاقس من زفرش شكون بقى في لي زانترناسيونو كنت نحي محرز ونعيم والصادق عمل لي طوال وسليمان ما عادش ينجم يعاود لي طوال معناها بقى كان نضال طيب معناها انا كان يمكن جاب لي اسم اثنين هو ما قالش توقعت قال كنت في بالي لا مش في بالي انا في بالي زاد كنت نهار اثنين نجم نقول لك الكلام هذا شنو في بالك يا اختي برشا الكلام كيما في بالي معناها كي تعمل هو عاد راه ولد الدومين معناها يعرف كي يبدا ينحي يعرف شكون باش يجي للطرق هذا الماتش هذا لازمه انترناسيونال فهمتني الستة الأخرين ما نجموش يزفروا بقى نضال من صفاقس نوتر وكهو حسام بولارس اللي يعمل الكلوب مستير عملها عام ناول بليز وموا نجح وما نجحش هذاك التقديرات خاصة أنا بالنسبة لي أنا ما نفهمش حاجة كبيرة عادل عنا الحقيقة متاع ربي ما عادل يخرج لنا بعد ساعات مش حاجة وعلى لازم يكون دولي هو اي لا في الماتشات هذه شفت راه عثماني شفنا قبل الماتش مش دوليين زين انا غزول معناها ما تحطهاش من الناحية هذه باريليميناسيون معناها لا هو الماتش هذا لازم دولي وتوا اي ماتش شوك لازم دولي خويا انت دولي عندك بادج لازم تمنع ماتشات الشوك نتاع البطوله في اي بلاد راهو الماتشات الشوك يمنعوها الدوليين اللي مستانس بالضغط واللي مستانس نضال كونفيرمي نضال اللي نقول له رد باله ما هي من اسماعيل وما هو حناشي معناها دوز انترناسيونو الحقيقه باش يعاونوه عندهم باع وذريع في الافريك الجمعه اللي فاتت من اسماعيل في الاردن مشاو امنوا ماتش في البطوله الاردنيه معناها موجودين لكن راهو ماتش راهو مش يكون سهل نضال لازمك من الدقيقه الاولى تكلم اصحابك تحكيه انا معاه الحقيقه في ماتشات كيما هكايا نسكر لي زاربيتر في اوتيل
قبل 24 ساعة أخوي، يقعدوا مع بعضهم في الماكلة يحكيوا، في البيت يحكيوا، أكثر أنتونت ما بينهم، كي يجيوا من ديارهم تنقصين. بالنسبة لي أنا ماتش ويت شوك لازم يباتوا في أوتيل. الماتش أول مرة، أنا بالنسبة لي أنا أول مرة را ماتش زوج جمعيات في أزمة، تحب ولا تكره، يظهر لي السابعة والحادشة، واحدة 9 نقاط واحدة 5 نقاط بعد يظهر لي 7 جولات، معناها باش يرى الجو مشحون، لتوال حشتها بالطرح، ترجي حشتها بالطرح. باش نقوله لك أنا الرا يستحفظ على أوراقه، يحاول يخدم بالابيلا لوردر من الأول، ينبه من الأول، اللهم حاجاتك اللي العباد الكرة وباش ترجع ليه. نضال استحفظ على ورقاتك، حاول احكي مع الجوارات، اعتبرهم صحابك، ادخل في اللعبة. وهما راو مروان فما زوز من الناس، زوز وضعياتي نجموا يمنعوا الاربيتر، جوارات والجمهور زاد راو بعض ساعات جوار والله من الاتوال. سيدي نحكي لك مع الليكيب لوكال، مش نحكي على الواحد، الليكيب لوكال يتيح صاحبه ويقاومه يكلمي جمهور كامل صحيح به. والبنك انا مشكلة البطولة التونسية لبناك نتاعنا راهو بعض ساعات اخزر تثبت انت في البنك نتاع اي ماتش، شفت من 70 دقيقة معتوش ماتش عبيت قاعد توش البنك يقوم عليها ماتش فما ساعة الكاتريام يولي يولدي يقعد يولدي يوخر معاتش في الزون تكنيكي يولي وثلاثة واقفين وثلاثة يعطيوا في النصايح. معناها هنا نعاونوا الاربيتر راهو في نجاح المقابله، ديما نخمو ديما نقول فما مقابله الرتور، نحنا نخمو الاربيتر خليه ينجح مقابلته. نضال مش جديد عليه دربيات، اشتر ماتشوات ودربيات وكلاسيكوات، يعرف كاش ممكن. مختار سامحني بربي باش نقص عليك حاجه، تحب على اجنبي هذاك باش نقول لك مختار اجي نحكيو بصراحه، مباراه هذيك الزوز حاجتهم هكا بالطرح هكا ولا على حسب اليوم التابلو، على حسب المشاكل اليوم حتى مع الجماهير وكل شيء. انا راني انا حتى حد يشك في قيمه نضال طيف الحقيقه، يعجبني اربيتر كما قلت انت عنده الاكسبيريونس وكل شيء وسكي طيب لا صحيح مختار، مي اليوم باش نبعدوا حتى التشبهات وكل شيء والكلام تعرف اليوم شبهات شنو باش يتقال من بعد الماتش هذا سافوار، وين عندي ثقه في نضال الطيف الحقيقه. اسكو ما نجموش احنا اليوم مباراه كما ذي وزاد كيف مش نحكيوا على مباراه مستير والنادي الافريقي اللي عندهم زاد نفس النقاط، علاش نحن اليوم ما فماش فار في تونس؟ علاش خويا نحن من بعد التشكك والحكايات الفارغه اللي ماذا بينا ما نراوهاش، وانا قلت لك ثقتي في نظام الطيف، نجيبوا اربيتر ايترونجي تسكت تسكت. والله يقصد هو توجه جامعه ساعه اولا. فهمت؟ من الجامعه هي راهي تفرض، اسمعني اليوم الجامعه راهي تو انا مثلا الحقيقه نتاع ربي كان جيب لي ايترونجي باش نعلن الحرب زاد، انا نقول باش تعطيوها 10 ملايين وتوانسه مش خالصين. واليوم زاد الاربيتر في تونس عنده مشكلة زاد ما مش خالصين. لا لا بالنسبه لي انا زاد ما تزيدش وجيعه الاربيتر وجيعتين، لازم مش خالص ولازم تحطوا على البنك، معناها اللي ماتش شوك الكل وما نجحش مباراه. لا لا شو قال يعني نحكي لك انا نتقابلوا سبق الخير ماذا بينا، قلت لك عندي ثقه فيه. انا قلت اول مره يمكن في تاريخ المواجهات هذه باش يكون في الترتيب هذا، معناها الحقيقه معناها الترتيب ما كان مش نتاع زوج جمعيات، وهذا الترتيب لازم نضال يقرا لزوج جمعيات حاجتهم بالماتش، معناها الحقيقه والاطوال في سوسه زاد راهو وحتى حد لا يشك في قيمه راهو نضال طيف على فكره. نضال أيمن لا نضال ايمن اسماعيل ووائل عنش الحقيقه لا صحيح نعرفهم هذوما الحكام، معناتها الحقيقه حتى حد من حسب 5 المقابلات مع مستقبل جيبس الحقيقه ما ريتش برشا اخطاء من الحكام. انا اللي قلقني اكثر الحقيقه المساعدين، دوك المساعدين الحقيقه في البطوله الوطنيه قاعدين يغلطوا برشا فهمتني، وكانوا حتى في الماتش الاخراني مستقبل جيبس الملعب التونسي دونك هدف يعني اعلى صحيح حكينا عليه دونك نتصور نحكيوا على الفار نحكيوا على الفار بينا نتفرج في البطوله السعوديه لذول الاتحاد والاهلي هدف التسلل تنحى اي صحيح برشا خطوه مش خطوه مليمتر. لا باش نعطيك حاجه مهمه صارت في معناها يفهمها التكنيسيان وقت اللي ماركيت الاهلي نفهمها انا معناها اي انت بغيت انت انا نحب نعرف حاجه بجرب استحفظت شي بالتوني نشوف عندي والله جرب يحطوا هنا ولا من غادي نشوفوا لهنا راني نحب نعرف حاجه وقت اللي الاربيتر يفهم في انيل البونتو شال الفار قرروا رجو يفهم في الاتاكون تاع الاهلي اللي ماركا ايفان توني قالوا راهو عندك الاتاكون قدام الجول ما خليش يلعب الكوره هو طايح الاكسيون اللي قبلها قبل ما يشوط يحط كره في الشبكه فما تكون ضرب حب يضرب كره بالراس تاح على ليني دو بيوت وراه الجارديان يفهم فيه يقول له راه الجارديان ما فهمهاش ومن بعد يعاودوا تصويره الفار ظهرت الاكسيون من الاول بكل من الاول اللي خذا الكره ضربها بالراس بالتالي هو مقدم تعرف قداش
هاو شافها يمكن سانتي هدف كيسي معنى شفت كترى الوضع هذا بالحق مروان منزل ثقله على الحكم كان جات التصويرة هذه والتيران هذا والوضعية هذه يمكن نقول لك بصراحة صار رميك يمكن في الدخلة متاع عمل الدخلة في الدقيقة 70 الساشيات وقفوا اللعبة وجاءوا العباد نفضوا الساشيات والتيران شباب معناها شفت الاربيتر التونسي الاربيتر التونسي خليه اخوي نظام طيب في أدي وأنا متأكد نهار الاثنين بش يكونوا عندي جملة إن شاء الله يكونوا مفهمش لقطات باهي نمشيو الفاصل الموسيقى وبعد نكمل بقية حصتنا اليوم.